إنعاش التجارة الفلسطينية وخلق فرص التصدير والاستثمار هي الواجهة الأكبر لنافذة معلوماتية تكنولوجية جديدة في الربع الأخير من العام 2014، متمثلة بإطلاق مركز التجارة الفلسطيني بالتريد لموقعها الإلكتروني. الموقع هيوصل هيعطي البلاتفورم لجميع الشركات بسهولة بدون أي تكلفة، هو موجودة في المصنع أو في الشركة أو في المؤسسة الموجودة فيها للوصول لجميع الأسواق في العالم. فالموقع هو موقع متطور جدا مميز زي ما لاحظتوا بالتقرير. بأمل بأنه الشركات الفلسطينية تستغل هذا الموقع لزيادة حصتها في الأسواق العالمية وأنه تزيد حجم الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية إن شاء الله. أن تكون ناجحا اقتصاديا هو شعار يتطلب مسؤولية البحث عن مزيد من البيانات المتعلقة بالسوق بين السلعة والتغذية الراجعة للمنتج وطبيعة الأسواق المستهدفة، خصوصا وأن الشبكة العنكبوتية وضعت المستهلك أمام الخيارات المتعددة بتباين البيانات لكل جهة. أهميته أنه يوفر نافذة معلومات تتعلق بالتجارة الخارجية الفلسطينية لكل المهتمين، سواء كانوا مستثمرين من الخارج أو رجال أعمال من الداخل، وبما يعزز الصادرات الفلسطينية والتجارة الفلسطينية. في الوقت الذي تواجه فيه الدول العربية صعوبة في تطبيق اقتصاد المعرفة على خطط التنمية المستدامة، فإن فلسطين يبدو أنها تجاوزت عقبات ربط السوق بالاحتلال وصنعت ما يكفي من الجسور الدولية في ظل الدعم المستمر من الدول الأخرى. بستهدف شريحة معينة من القطاع الخاص الفلسطيني المهتم بالتصدير، موجود في مواقع اشتراك بمواقع عالمية بتعطي معلومات دقيقة جدا عن الأسواق المستهدفة فيما يتعلق بالمنافسين والشركاء في الدول المستهدفة أو الأسواق المستهدفة لمنتجاتنا الفلسطينية. اليوم وبإطلاق بالتريد لموقعها الإلكتروني يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية فلسطينية تتماشى ومتطلبات البيئة مناسبة لتمثيل تجاري رفيع المستوى في خدمة المشاريع الصغيرة والكبيرة. خالد بدير للتلفزيون الفجر الجديد.